أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من أسئلة عن الإيمان، ومعنا أيضا الضيف العزيز جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أعزائي المشاهدين. وردتنا رسائل كثيرة، يسعدني في هذا الوقت أن أشارك معكم من هذه الرسالة. أتت من مصر وتقول: تحياتي وتقديري إلى قناة الحياة، إن هذه القناة صرح كبير للعلم بالدين ومفيدة للذي مثلي دام عزها، وهي فخرا وزخرا للذين يريدون الفهم. لقد استمعت إلى القمص زكريا بطرس على بحثه في آيات القرآن وتضاربها وتناقض الآيات ببعضها البعض. إن هذا كان يهتف في قلبي، ولكن لم أجد غير هذه القناة لكي تطلعني على هذا. إني أحببتها كثيرا وأصبحت لا أرى غيرها، وقلبي يرتاح عندما أراها. فذهبت يوما إلى أحد العلماء وسألته عن ما قاله القمص زكريا بطرس بدون أن أعلمه بأن هذا كلام القمص زكريا، فقال لي: هذا صحيح. وبعد الانتهاء معه قلت له: لقد سمعت هذا من القمص زكريا. فتغير وجهه وقام ونهرني وقال لي: لا تجلس لسماع هذا الكلام مع هؤلاء. فقلت له: أنت من بضع دقائق قلت لي أن هذا الكلام صحيح، فلماذا تغيرت بهذه السرعة؟ فتركني وذهب. فرجاء إرسال لي كل شيء يعلمني الدين المسيحي، إنني على استعداد على أن أفهم بعقلي وقلبي الذي تشوق لذلك. نحن نصلي من أجل هذا الأخ أحمد، نصلي من أجلك. ومكتوب: ملعون من اعتمد على ذراع إنسان. فالاعتمادنا جميعا على الله الواحد الأحد. شكرا أخ أحمد. أيضا الكتاب المقدس يعلم الآتي: ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر الرحى وطرح في البحر، وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. بالحق أعزائي، نحن لا نريد أن نعثر أحدا، بل نصلي ونريد أن نظهر الحق. وردتنا أسئلة كثيرة، وتكلمنا أيضا عن في السابق عن المصادر التي استقى منها النبي محمد القرآن، وبينت لنا موضوع الأساطير. فهل هناك مصادر أخرى تستطيع أن توضحها لنا في هذا الوقت؟ هو بالتأكيد في مصادر كثير بحسب الدراسات في جذور الأديان وأصولها. نعم. فبنطرح ما وصلنا لي من أبحاث على بساطة البحث، وبتمنى ان المتخصصين في الدين ما يسيبوش الناس ويمشوا، لكن يجاوبوهم، دي فرصة. نعم. يجاوبوهم. يعني انا كنت قلبي مع الاخ احمد بصراحة، وهو رايح الى المصدر علشان خاطر يستفسر منه ام يسيبه ويمشي. نعم. يعني بتمنى انها تكون فرصة ينتهزها العلماء علشان خاطر يجاوبهم. المراجع بتاعت الاديان المقارنة بتبين الاصول، فبتوري هناك في مصادر يهودية إسرائيلية ومصادر نصرانية وعديد من المصادر المختلفة. مصادر للقرآن تقصد؟ إسرائيلية؟ إسرائيلية ونصرانية أيضا. ونصرانية؟ يا لعجب العجاب. أنا أريد أن أسألك سؤال. أنا تعلمت أن محمدا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لأنه مكتوب: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال: ما أنا بقارئ، وهذه الآيات التي نعرفها. فكيف تقول أنه اعتمد على مصادر في كتابه القرآن؟ سؤال جميل. أنا آسف، في كتابة القرآن. كتابة القرآن. نعم. يعني ده سؤال جميل وخطير. نعم. بمنتهى الصراحة. فنبتدي بالنص الأولان اللي حضرتك سألت فيه، إن معروف أن محمد أمي نبيا أميا وللأميين، وشاع في الوسط كله على مدى 14 قرن أن محمد كان أمي، بمعنى لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وكان التركيز على هذا الجانب عشان يبينوا معجزة القرآن، أن هذا القرآن بفصاحته وبلاغته وبيانه يطلع من فم إنسان أمي، يبقى إذن مصدره أعلى من هذه الأمية. فأنت تقول هذا الكلام؟
أنا بشوف هذا كلام ليه بقى؟ نعم. لأن بالتحري والدراسة وجدنا أن محمد كلمة أمي ما هيش بالمعنى بهذا المعنى أنه لا يجيد القراءة والكتابة. ففي إثباتات أن محمد كان بيقرأ. نعم. تحب تعرفها؟ لو سمحت تفضل. أولا حضرتك في دائرة المعارف الإسلامية. نعم. جزء 26 وفي صفحة 8168 دائرة قدم لها شيخ الجامع الأزهر بنفسه. نعم. الحالي. نعم. الشيخ سيد الطنطاوي دكتور. نعم. فالموسوعة دي أو دائرة المعرفة تقول ومن غير المستبعد أن يكون محمد في بعض الأحيان يكتب بنفسه ما يوحى عليه من القرآن الكريم. يكتب بنفسه. بنفسه يكتب بنفسه. دي واحدة. نعم. اثنين، من السيرة النبوية لابن هشام وكتاب ابن سيد الناس في عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير جزء 2 وصفحة 164 لما جه وفد قريش يتفاوض مع محمد. هل هذا في وقت صلح معين؟ صلح الحديبية. نعم. لما جم في الحديبية عشان يتصالحوا مع محمد عشان يدخل مكة في سبيل اتفاقيات. فبعد ما عملوا الاتفاقيات وكان فيها أخذ وعطى وغير وحاجات كتير فجم في التوقيع. فعلي ابن أبي طالب كان كاتب، هو الكاتب بتاع الصلح ده. فكاتب تحت عبد محمد رسول الله. نعم. عشان يوقع أو يعني هو ده التوقيع بتاعه. فوفد قريش قال لا، هو لو كان رسول الله وإحنا معترفين من رسول الله كان يبقى ده موقفنا منه، نحن لا نعترف أنه رسول الله. في ذاك الوقت أهل قريش لم يعترفوا فيه. نعم. كان قبل فتح مكة. نعم. فقالوا بنغير التوقيع ده ويبقى باسم اللي احنا عارفينه محمد ابن عبد الله. فمحمد قال لعلي غيرها يا علي، حلف انه ما هو والله لا امحاك ابدا. هذا ما قاله علي. علي. نعم. مش هشيل اسمك ابدا. حاول معاه ما فيش فايده. فما كان من محمد الا يقول لك كده. روى البخاري ومحى رسول الله وكتب، محى كلمة رسول الله. محمد رسول الله، محى رسول الله وكتب بخط يده محمد ابن عبد الله. فيذكر النص هنا انه فامسك النبي الصحيفة. ايوه. ومحى نفسه. عبد الله وما محاش محمد. مش يعني علي بيعرف يقرا. مش علي اللي محى. لا. ما النبي. فدي نمرة اثنين. ونمرة ثلاثة علشان الاثبات هذا انه كان بيقرا ويكتب. هل يا ترى هذه الواقعه لها اي علاقه بالشيعة والسنه؟ لا ما كانش لسه الشيعة ازيل. نعم. لا لسه الشيعة ما كانش وصلت. المهم في كتاب تاني اسمه كتاب جزيره العرب قبل الاسلام. نعم. المؤلف بتاعه برهان الدين دلو صفحه 224. هذا كتاب موجود الان في جزيره العرب قبل الاسلام. نعم. من الكتب المهمه. نعم. بيقول لك تعلم محمد من زيد ابن عمرو ابن نوفل العربيه وهو في غار حراء. نعم. وهو في غار حراء تعلم القراءه والكتابه. عمرو زيد ابن عمرو ابن نوفيل كان من الحنفاء وراح لبس ثياب الرهبان وقعد في غار حراء، فكان محمد بيروح يقعد شهر وكان يتعلم منه القراءة والكتابة. هذا ما كتبه برهان الدين دلو. ويقول ابن هشام في السيرة النبوية جزء 1 صفحة 223
نعم 223 بيقول بيتكلم عن زيد ابن عمرو. نعم. كان الخطاب قد آذى زيدا حتى أخرجه إلى أعلى مكة فنزل حراء مقابل مكة. ده زيد ده اللي هو كان بيعلم محمد، كان راجل كويس قوي، كان يعلمه القراءة والكتابة. القراءة والكتابة في أثناء تحنف محمد قبل الإسلام. برهان رابع، كتاب البدايات الأولى للإسرائيليات. كتاب البدايات الأولى للإسرائيليات. نعم. بداية الإسرائيليات اللي دخلت في الأحاديث. نعم. كانت تحت عنوان ترجمة التوراة إلى العربية. صفحة 13 إلى 18. تأليف حسن يوسف مظهر. نعم. الأطهر. حسن يوسف الأطهر. نعم. الطبعة الأولى سنة 1991 مطبعة الزهراء في عابدين بالقاهرة من مصر. أنها. يقول إيه؟ جاء يهودي إلى النبي محمد يسأله عن عقوبة الزنا ومعه التوراة، ووضع إصبعه على آية حكم الزنا في التوراة، ووضع اليهودي إصبعه على نص حكم الزنا لأنه خشي أن محمدا يقرأ النص لأنه كان مكتوبا بالعربية. فمحمد بيقرأ وهو عارف أنه بيقرأ لأنه كان عايشه، فبيقول له إيه حكم الزنا، ومخبي الآية بتاعت الحكم عشان يسألوا. فهذه أربع إثباتات وبراهين من الكتب العربية تثبت أنه كان. نيجي بقى النقطة الأهم، وهذه كلها يعني دقائق مدونة كتابيا في كتب عربية. نعم. أبحاث ودراسات. نعم. لكن هنيجي لنقطة مهمة بقى، وهي طب ليه قيل أنه نبي أمي لأميين؟ إيه تفسير الحتة دي بقى؟ نعم. دي موجودة في سورة الجمعة آية 2، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم. الله، أمي وراح يتلو يقرأ عليهم يعني آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخره. تفسير القرطبي بقى بيقول إيه على الآية دي؟ بيقول قال ابن عباس الأميون هم العرب كلهم من كتب منهم ومن لم يكتب، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب فسماهم الأميين. فإذا تفسير الأمي الذي ليس له كتاب حسب القرطبي. القرطبي لا، ده كمان الطبري عشان يبقى شاهد اتنين شهود. الطبري على تفسير الآية دي نفسها بتاعت الجمعة قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال إنما سميت أمة محمد الأميين لأنه لم ينزل عليهم كتابا. ودي من نفس النص اللي موجود في الكتاب المقدس، مش كلمة الأميين، الأماميين يعني الناس اللي مهماش يهود. إذن الأممي هو الذي ليس يهوديا. أيوة. الذي لم ينزل عليه كتاب. بالضبط. وهم نفسهم سماهم في القرآن أميين. نعم. بس شال ميم واحدة بس، أمميين بقت أميين. إذن كيف نعلل أو نفسر الآية الذي اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ؟ ممكن تتفسر، أنا ما بفسرش. أنا ما بفسرش على هاي الآية شخصية. لكن أنا ما بفسرش في القرآن. نعم. لكن يبدو أنها لما أرى يمكن كان متهيب الأول، لأن لما راح ورجع وقال خديجة دثريني فقالت له انت مالك، قال لها ربما رأيت شيطانا او مسني جن. ذكرت انت هذا في السابق. مش كده؟ نعم. فيبقى جايز مش عايز يقرأ علشان خاطر مش واثق ان هو ده. ولكن مئات الملايين الناس الان تؤمن، ليس فقط تصدق بل تؤمن ان النبي كان اميا، ما ده اي لا يقرأ ولا يكتب. صدقني يا للغرابة. صدقني يا عزيزي، ما في ابأس من الجهل. هلك شعبي من عدم المعرفة.
وعشان كده لازم المخ ده يتشغل. اكيد اكيد. شوف الاخ اللي شغل مخه. نعم نعم. الشغل تفضل. دعنا نستكمل حديثنا السابق عن مصادر القرآن، فماذا تريد ان تقول لنا عن الاسرائيليات؟ انا موضوع هذا يعني يعجبني ان اعرفه ايضا. وطبعا بيهمنا ان المشاهد والمشاهدين يدرك كل شيء. طبعا الواقع طبعاً. ان التراث الاسلامي، التراث الاسلامي يعرف حاجه اسمها الاسرائيليات. نعم. في الاحاديث النبويه تيجي تستشهد بحديث نبوي يقول لك لا ده اسرائيليات. يعني اسرائيليات يعني دسه الاسرائيليين، مصدره اسرائيلي فما ياخذش به. هل هذا صحيح؟ يقول ابن تيميه في كتابه جامع الرسائل صفحه 64 عن الأحاديث المدسوسة، يقول هي كلام باطل لا تقوم به حجة، بل إما أحاديث موضوعة أو إسرائيليات غير مشروعة دخلت الأحاديث. نعم. الله، ده الأحاديث ده مصدر من مصادر التشريع في الإسلام، فدخلت في الأحاديث. طب إيه اللي يمنع أنها تخش في أي حاجة تاني؟ بس يعني احترامي طبعا بالأراء. كلام باطل هو مرفوض بس دخل. مش دخل. نعم. دخل. ونفس الشيء قيل عن القرآن وليس الأحاديث النبوية فقط، فقد جاء في سورة الفرقان من آية 4 لآية 6 يقول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك قد افتراه وأعانه عليه قوم آخرون قد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فاحنا خدنا قبل كده في الأساطير ان الناس كانوا بيقولوا عليه كده. وقلنا ما فيش دخان من غير نار. فاذا في شيء عايز بحث ودراسة. اذا اين هذا من إن انزلنا الذكر وإن له لحافظون؟ ما هذه المشكلة، لحافظين. هي ديت المشكلة. دي المشكلة ودي القضية. انا محتاج الى بحث متأني، لأن ده بيتعلق عليه مصير الإنسان الأبدي، بيمشي في سكة وطريق هتوصل للأبدية ولا مش هتوصل. وهذا ما نتكلم عنه وما نريد أن نشارك به، هو ده مصير الإنسان الأبدي، هو ده الهدف. تفضل. الإسرائيليات في المصادر القرآن، إسرائيليات في مصدرين. نعم. المصدر الأول العهد القديم. نعم. والمصدر الثاني الأقاصيص الشعبية والفولكلور الشعبي الإسرائيلي، اعتمد عليهم فأخذ من الكتاب المقدس حاجات، وأخذ من الفولكلور الشعبي القصص الشعبية حاجات ودخلت في القرآن. العهد القديم تقصد فيه التوراة، التوراة والزبور والأنبياء، التوراة التي هي كتاب اليهود. أي بالضبط. نعرف ده منين؟ من سورة الأعلى. محمد نفسه بيعترف ان القرآن ده من الكتاب المقدس بعهده. في سورة الأعلى آية 18 و19 يقول إن هذا القرآن لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يبقى هو اللي بيتكلم ويقول مصدره إيه؟ موجود في الصحف الأولى. وفي سورة النجم آية 36 و37 أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، يعني برد. سورة الشعراء 199 وإنه في زبر الأولين، مزامير الأولين يعني. يبقى إذن الصحف الأولى كما يقول مفسرون هي سائر الكتب المنزلة قبل القرآن. يبقى إذن كان فيه مصدر من التوراة وصحف الأول. لربما المشاهدين سيتساءلوا عن أمثلة حية مأخوذة من التوراة والزبور، هل لديك أي أمثلة؟ بالتأكيد. تفضل. أمثلة كتير. مثلا من سفر التكوين اتخذت قصة الخلقة. نعم. في سفر التكوين يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، وفي سورة الأنعام. عفوا، تقصد الخليقة. الخليقة. نعم. اللي هي خلقة العالم يعني. نعم. أما أقول خلقة أو خليقة الاثنين اعتقد انهم يفيدوا معنى واحد. نعم. لغويا يعني. نعم. فبيقول في البدء خلق الله السماوات والارض، وفي سوره الانعام ايه 63 يقول وهو الذي خلق السماوات والارض. تكاد تكون نفس الكلمات. نعم. طيب، فاذا كان ده وحي جديد القران
طب بيكرر الكلام اللي فات ليه ما يجيب حاجه جديده؟ سفر التكوين هذا جزء من التوراة. هو التوراة يعني التوراة بيشمل 5 كتب منها التكوين اولها. قصة ادم وحواء برضه في سفر التكوين اللي هو اول كتاب في التوراة. من 26 الى 34 خلق الله الانسان على صورته وباركه. وفي سورة البقرة آية 30 بعدها إني جاعل في الأرض خليفة. إنسان. قصة قايين وهابيل في سفر التكوين بتقول وحدث أن قايين أقصد قابيل. هي نقول قابيل. المسلمون يقولون قابيل ليس قايين. لكن في الكتاب المقدس أصلها العبري. لأنها مش كلمة عربية. ده اسمها عبري. قايين بالنون. لكن مع السماع تتقال هابيل وقابيل. سماعي. لكن العلمي قايين وهابيل. وحدث أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله. نفس الشيء في سورة المائدة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. واخد بالك؟ يعني الكلام يكاد يكون واحد. قصة نوح والطوفان مع اختلاف ان القرآن بيقول ان واحد من ولاد نوح هلك برا الفلك، لكن في التكوين في الكتاب المقدس بيقول لك لا انه خلص كله. قصة ابراهيم في سفر التكوين موجودة، وفي القرآن في سورة البقرة وسورة الاعلى وسورة ابراهيم مكررة نفس القصة. سورة لوط في التكوين موجودة. وبرضو في القرآن موجودة في سورة هود إلى الصفات كل الصور دي. وبعدين قصة يعقوب إسرائيل في التكوين وفي سورة الصف والبقرة إلى آخره. قصة يوسف في التكوين وفي سورة غافر وإلى آخره. ده في أول كتب التوراة. تاني كتب التوراة وهو سفر الخروج قصة موسى وفرعون موجودة في الخروج وموجودة في سورة البقرة. عمود السحاب أو الغمام في سورة البقرة وهو في الخروج. المن والسلوى في سورة البقرة. الصخرة في سورة البقرة. في سفر اللاويين ده في لسه كمان العجل الذهبي في سورة البقرة. تجلي الله له في شجرة لموسى في سورة القصص وإلى آخره. وسفر اللاويين والعدد والتثنية وصموئيل والملوك الأول وأيوب وسفر يونان متاخد حاجات كتير يوعوزنا الوقت عشان خاطر نتكلم فيها. السفر تقصد مثل هو آية أو سورة؟ سورة. السفر مثل السورة. طيب إذا هناك سؤال يطرح نفسه، كيف عرف النبي كل هذه القصص؟ أولا عرفها من الأعداد الضخمة لليهود اللي كانوا موجودين في الجزيرة. كانوا معاصرين في ذاك الوقت. موجود وياهم وكان له علاقات وياهم وقتل منهم ناس كتير، بني قريظة وبني ناس كتير. فكانوا موجودين. والشيخ خليل عبد الكريم في كتابه فترة التكوين في حياة الصادق الأمين صفحة 95 يقول كده: لقد أتاحت السيدة خديجة للنبي محمد التماس بالقس ورقة وغيره مثل عداس وبحيرة. تقصد ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل. تمام كده. وقضاء الليالي الطوال مع ابن نوفل في المدارس والمذاكرة والمحاورة. ادي مصدر. وهي التي هيأت له الاختلاط بأصحاب كفة الملل والنحل والعقائد. وهكذا في مصادر من ناس موجودين أحياء كان بياخد منهم هذه الأمور وبيعرفها. قلت في عفوا هل انت أيوة. قلت في البداية أن مصادر القرآن الإسرائيليات الإسرائيلية الأساطير الشعبية، فماذا تقصد بذلك؟ الأساطير الشعبية يعني الفلكلور الشعبي، التلمود بتاع اليهود اللي هم يسموه التلمود البابلي. وجه في 9 صور من القرآن آيات توضح أن المعاصرين للنبي محمد تيقنوا أن ما يقوله هو فعلا من الأساطير القديمة. وعبروا عن هذا للنبي نفسه. يتضح ذلك من سورة الأنعام، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وإلى آخره في سورة الفرقان والمؤمنون والنمل إلى آخره. ونأتي إلى أحد أئمة المسلمين العلماء وهو الشيخ عبد الله يوسف علي اللي هو مترجم القرآن. قال في تفسيره للقرآن صفحة 1382 بأن القرآن أخذ
عن تلك الكتب التي أطلق عليها فضيلته اسم كتب الفولكلور السامية، أخذ من كتب الفولكلور السامية، حيث يقول يوجد كتاب من هذه الكتب باللغة اليونانية ترجم إلى اللغة الإنجليزية وقد نشر بلندن سنة كذا. ويضيف الشيخ عبدالله قائلا: يبدو أن هذا الكتاب مأخوذ من أصل عبري. وأشار الشيخ يوسف علي إلى مصدر آخر وهو كتاب المدراس اليهودي، وكتبه في صفحة 1638. إذن يحسن للباحث عن الحقيقة أن يذهب إلى بعض المواقع على الإنترنت ليقرأ المزيد من هذه الأبحاث ويتحقق منها علميا. تلمود، مدراش، انسايكلوبيديا جوديكيا، إسلام ريفيو، لايت أوف لاف، ميث إذ قرآن، دي كلها مواقع على الإنترنت يقدر أن هو يقرأ عن الموضوع ده الكثير. تلمود ومدراش، أيوة، وانسايكلوبيديا جوديكا، اسلام ريفيو مراجعة الاسلام، ايوه، لايت اوف لاف، ميث ان ذا قران، الاساطير في القران، اساطير في القران. في الدقيقة الباقية لنا هل تستطيع ان تذكر لنا بعض الامثلة؟ في امثلة كتير. مثلا جاء في القران منقولا عن كتاب فرقي ربي اليعزر، فصل 21، اسطورة تعلم قايين من الغراب كيفية دفن اخيه اللي موجودة في سورة الميت، دي أصلا موجودة في كتاب فرقي ربي اليعزر يهودي. ومن كتاب مدراس رباه اللي ذكره عبد الله، نعم، أخذ أسطورة إلقاء نمرود لإبراهيم في النار، نعم، وعدم احتراقه. اجتماع سليمان الملك بمجلسه المكون من الجن والعفاريت والطيور موجود في كتاب الترجوم الثاني عن سفر أستير. لقد أدرك الوقت، شكرا جزيلا للمواضيع. نعم، يعوزنا المزيد الكثير من الوقت أعزائي، ولكن نأمل أن نكمل معكم في الحلقات القادمة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، وشكرا. شكرا.